السلام عليكم. ان شاء الله غادي نبداو الدروس ديال دوزيام اني بكالوريا. دونك اول جزء في هذا المستوى هما لي زوند ميكانيك بروغريسيف اي لي زوند ميكانيك بروغريسيف بيريوديك. دونك ديجا موجوده لكم واحد لا سيري ديكزارسيس هي هادي ان شاء الله غادي نخدمها معكم اي دوتغ اكزارسيس. مي افون سا خصنا بعدا نفهمو اشنو خصنا نعرفو اشنو خصنا نفهمو في هاد الجوج ديال الدروس. غادي نبداو بالزوند ميكانيك. لا ديفينيسيون دون اوند ميكانيك دونك سي لو فينومين دو بروباغاسيون دون اوند دون ان ميليو ماتيريال الاستيك سون ترونسبور دو لا ماتيير. كيفاش نفهم انايا هادي؟ دونك هي اولا واحد الظاهره اللي تتنتشر فيها واحد لا بيرتورباسيون اللي هو التشويه في واحد الوسط اللي هو مادي مرن ولكن بدون انتقال ديال الماده. دونك شنو اللي تينتقل عندنا؟ دونك كوم ان اكزومبل ناخذ واحد لاكور اللي غادي نطبقوا في ليكستريميتي ديالها واحد لا بيرتورباسيون. دونك هاد لا بيرتورباسيون شنو غيوقع ليها؟ غادي يوقع ليها واحد لا بروباغاسيون غادي تنتشر ليا على طول هاد لا كورد. بالطبع هنا الانستون تي تيكال زيرو فواحد الانستون تي ان الى اعتبرنا هاد البوان اس هو لا سورس المنبع ديال هاد ديك لا بيرتورباسيون غادي نعتبر واحد البوان ام هنايا. Donc, pour l'instant T1, ou cela de la perturbation, le point M. Le point M, je n'aurais dit dire, allez, t'la tel four. Ou même, ben, à l'instant T2, le point M, radi t'en zle blasta. Yanni, hne yam ad nesh, ou le transport de la matière. Mais, je ne l'ai t'en taqlina à la tour de la corde. L'imcha à la tour de la corde, li hoi kun houa, l'énergie. L'énergie, ce n'est pas de la matière. Donc, je l'ai fin mekat adna, ou la propagation. Dit l'énergie, sans transport de la matière, ou le milieu, li houa matériel élastique. Milieu matériel, ou ad le wasat li nkdour qisuh bidina, wasat mati. إلاستيك يعني مرن تيديفورما وترجع للحالة الأصلية ديالو. دونك هادو هما لي كونديسيون باش يكون عندنا اون اوند ميكانيك. اون فوا تيكون عندي واحد لو ميليو إلاستيك ماتيريال إلاستيك هاد لا بيرتورباسيون داك التشوه تينتشر عليه بلا ما تنتشر ليا لا ماتيير نقول بلي سي اون اوند ميكانيك. نفس الشيء تيكون عندي واحد النابض un ressort اللي فيه دي سبير نون ليونت. دونك هاد لو ressort الى انايا كبست اللفات ديالو في الانستون تي تيكال زيرو اعتبرت بلي هاد البوان هو البوان بي. الانستون تي ان هاد لا بيرتورباسيون اللي فاست بروباجي غادي تمشي على طول هاد لو ressort وهاد لو بوان بي غادي يبقى في بلاصتو يعني سون ترونسبور دو لا ماتيير مي سو كي ترونسبورتي سي لينيرجي اللي هو الطاقه. Donc, je nomme les types d'ondes mécaniques progressives, qui sont juste les il y a des ondes transversales et des ondes longitudinales. Les transversales, ben l'arbitre, on met les mouvements les plus tardants. Ou ondes longitudinales, il y a une tolia. Qu'est-ce que tu en fais avec binet home? Ouais, tu en vois juste le voyage. Je vois la direction de propagation, la direction de déformation. Maintenant, la direction de propagation, il y a déjà des intérêts. Fin de tâche d'actuer les dernières. Donc, des tâches faites le sens aide. Faites le tissu. C'est la direction de propagation. On a de l'herbe TP. La direction de déformation, يعني التشوه في نقع هو هكا داير. دونك هذا العمودي سي لا ديريكسيون دو ديفورماسيون غادي نمسليها بالديت. اون فوا تيكون عندي متعمدين نقول بلي هادي سي اون اوند ترانسفيرسال اللي هي موجه عموديه بحال مثلا زلازل. اما بالنسبه لي زوند لونجيتودينال هي في اللي تلقى تنحدد بعدا لا ديريكسيون دو بروباغاسيون اللي قلنا هي دي بي تلقى لا ديريكسيون دو ديفورماسيون هي هادي او هادي حتى هي دي اف تي تي باردون ديفورماسيون متوازيين. اذا هادي سي اون اوند لونجيتودينال. دونك عندنا جوج ديال لي زوند يا اما غتكون ترانسفيرسال يا اما غتكون لونجيتودينال. في لي زيكسيرسيس تيقول لنا اسكو سي اون اوند ترانسفيرسال او بيان اوند لونجيتودينال تنقولوا بلي سي دي تي اي بيربونديكولير سور تي بي دونك ترانسفيرسال و لوتر راهي اللي غتكون لونجيتودينال افيك جوستيفيكاسيون. بارفوا تيقول لك دوني دي زيكزامبل ليكزامبل دون اوند ترانسفيرسال هي ليكزامبل دو بروباغاسيون دون اوند sur une corde longitudinale un ressort.
دونك تيكون عندنا حتى اللي تنتكلم على لي زوند تنتكلم هما الموجات بالعربيه، وملي تنتكلم على موجات يعني بحال الموجات ديال البحر، هادوك سو سون دي زوند. الموجات ديال البحر تتبقى غاديه على طول تطلع حتى الفوق، دونك سي اون ترانسفيرسال، الاتجاه ديال توي او لا ديريكسيون دو ديفورماسيون اي توجور بيربوندكولير سور لا ديريكسيون دو بروباكاسيون. دونك هادو هما لي تيب دي زوند اللي خاصنا نكونوا عارفينهم. Avec la définition, donc les dimensions d'onde, je nomme l'abad, les tatantacharfihom, hadik le mouja. Donc il y a trois, bien sûr, cinq, il y a trois dièles les dimensions, le dimension dièle zaman, maintenant que le mouja est l'hénéa. Donc il y a trois dimensions. Il y a quand tatantacharfitijah wahed, donc ça a été un goulou bli onde monodimensionnelle, pèlech, pèle la propagation suivant sur une corde. Had tchoué, wacha, ando, adna juge dièle tijahat, ou al kinch halme boadra, ou wahed le boad li kain, ou wahed li tatantacharfitijah. نتكلموا عليه نفس الشيء بالنسبه للغصور، واحد البعد اللي عندنا واحد البعد، اذا سي اون اوند مونو ديمونسيونيل. اما بالنسبه لي زوند بي ديمونسيونيل هما اللي تيخصونا جوج ديال الابعاد، بحالاش بحال ملي تيكون عندي واحد الاناء فيه الماء، واحد الاناء فيه الماء دونك عامر بالماء، دونك تنرمي واحد الحجر الوسط بحال هكا، شنو تيوقع لذاك الماء؟ دونك تيشكل لينا موجات، هاد الموجات تنقدرو نمثلوهم على شكل دي سيركل، يعني هاد الموجات فيهم موجات تيكونو طالعين الفوق هما اللي تيكونو هكا متلين بالبيض يعني الفوق، وهادوك اللي مقعرين متلناهم بالكحل. دونك باش ندرس انايا هاد الموجة شحال من بعد خاصني، كاين واحد البعد اللي هو هكا مع الورقة غادي، وكاين بعد اخر هو باش تيطلعو هاد الموجات. يعني عندنا جوج ديال لي ديمونسيون، دونك سي اون اوند بي ديمونسيونيل. هاد الموجات فوق سطح الماء تترمي حجره فوق من فوق من شي واد ولا هكا، تبقاو تيتشكل عندنا هذوك الموجات، هذوك سو سون دي زوند بي ديمونسيونيل او سون اي اوسي سو سون دي زوند ميكانيك، لان الوسط اللي حنا خدامين فيه سي تان ميليو ماتيريال، الماء سي تان ميليو ماتيريال، واحد الوسط مادي اي الاستيك تيبقى تيتحرك، دونك سي تان الاستيك. وبيان سور الا حطينا واحد لو بوان هنايا سميناه بي، راه الا بقينا تنديرو دي بيرتورباسيون هاد بي غتبقى تطلع وتتنسغ تطلع تنزل، مي غاديش تمشي تحرك لينا ولا صخره، لانه هاد دونك سي اون اوند ميكانيك سي سا. لوند تري ديمونسيونيل، دونك شنو هي لوند تري ديمونسيونيل؟ هي لوند اللي تتنتشر ماشي غير في بعد واحد، ماشي غير في جوج الابعاد، وانما في جميع الابعاد، ثلاثه الابعاد اللي كاينين. دونك هذيك تنقولوا بلي سي اون اوند تري ديمونسيونيل. سي كوم كوا، دونك غادي بحال مثلا الصوت، الصوت ملي تتهضر تتقول عندك الناس كاملين اللي دايرين بيك تيسمعوك، ماشي غير داك اللي اون فاس معاك او داك اللي حداك. دونك هادي سي اون اوند تري ديمونسيونيل. دونك هل انت تكلمت انا على الصوت، سي اسكو لو سون، لو سون اللي هو الصوت، اسكو سي اون اوند ميكانيك؟ بيان سور. علاش؟ باسكو ديك الساعه تنسميوها لوند سونور، لوند سونور يعني موجات صوتيه، دونك لوند سونور هي اون اوند ميكانيك لونجيتودينال تري ديمونسيونيل. يلاه قلناها، مي بوركو لونجيتودينال؟ لانه هاد الصوت ملي انا تيكون عندي واحد المكبر ديال الصوت بحال هكا، دونك الهواء اللي اون فاس معانا اللي كاين داير بينا ولا داير هذاك المكبر ديال الصوت، اشنو تيوقع ليه ملي تيتصدر واحد الصوت؟ هاد الطبقات ديال الهواء تيبقاو تتوقع ليهم ان كومبريسيون، ان كومبريسيون يعني تينضغطو تيتمددو، تينضغطو تيتمددو، هكا تيوصل لنا الصوت. اي صوت تنصدرو الا الطبقات اللي قدامنا حنايا تيبقاو تينضغطو بزاف هنا وهنا تيتمددو بحال هكا، وهنا تاني تينضغطو بزاف كومبريسيون ديبريسيون كومبريسيون، هكا حتى تيوصل داك الصوت للبلاصه اللي هو غادي ليها، وماشي غير في واحد الاتجاه، جميع الاتجاهات. دونك سي اون اوند تري ديمونسيونيل اي لونجيتودينال. دونك لو ميليو اللي تنتشر فيه راه سي تان ميليو ماتيريال، دونك الصوت ما تينتشرش في لو فيد اللي هو الفراغ، مستحيل. دونك الصوت تينتشر في واحد لو ميليو اللي هو ماتيريال، اللي هو مادي بحال الهواء، بحال الاجسام الصلبه، بحال الاجسام السائله. دونك بالمناسبه انه لو سون اللي هو الصوت تينتشر في الاجسام الصلبه اكثر من الاجسام اللي هي غازيه اللي هو الهواء، يعني اكبر سرعه بالنسبه للصوت تيكون تيديرها في الاجسام اللي هي سوليد، لي كور سوليد.
Donc, deux ondes al-khamsa, il y a la superposition de deux ondes. Donc, ça veut dire superposition. Je vais te dire deux ondes. Je vais te dire la corde, la perturbation. La corde, la perturbation. L'instant T est égal à 0. L'instant T. Donc, le milieu, je vais te dire donc, radio corollaire, deux ondes, j'ai deux sens opposés. Donc, le sens de propagation à l'instant t est égal à 0. Là, je vais dire donc, la superposition de deux ondes. Deux ondes mécaniques peuvent se superposer sans se perturber. Yani, la perturbation, mais non. À l'instant T1, à l'instant T2, je n'aurais dit pas. Donc les deux ondes, les tlaqa, on a dit comme l'autre compte, donc radio slow. Et d'ailleurs, on a dit les kadjaïa, lorsque me traite, ça a le sens. Et bien sûr, l'autre, les kadjaïa, ça a le sens, on a dit comme l'autre compte, on a dit comme ça a le sens. Donc, on a dit voilà, le phénomène de superposition de deux ondes. Donc, deux seuls, un, je l'ai dit, mais t'as qu'on a dit, on a dit, c'est un petit truc, un mouvement. واحد المدة زمنية اللي هي تي هنا تنتكلموا على لا فيتيس هنا لا فيتيس تنقولوا لا فيتيس دو بروباغاسيون دون اوند او بيان لا سيليريتي دو بروباغاسيون دون اوند دونك سي كوا لا فيتيس لا فيتيس معروفه حنا نقراوها ديما بلي في تيكال تي سور دلتا تي لا ديستانس اون متر لو طون اون سكوند دونك لا فيتيس اون متر بار سكوند دونك كي سون لي فاكتور influençant sur la vitesse de propagation. C'est normal, awamel li ta'tour lina ala had la vitesse. Donc kayna juste dial awamel, kayna l'élasticité, yani el murouna, koul ma kanet had l'élasticité, li hiya el murouna kbira, koul ma tkoun la vitesse fi kbira. Donc la célérité d'une onde augmente avec l'élasticité. Donc, je influence l'inertie. Donc, l'inertie, je l'inertie, juste la physique, la donc, la donc, كل ما كانت هاد الكتلة مع الطول كبير اكيد شنو غادي يوقع على فيتيس غادي تصغر كل ما كان واحد لا كورد اللي هي كتلة ديالها صغيرة والطول ديالها صغير اكيد غتنتشر فيها موجة بسرعة كبيرة دونك هاد الانيرسي كل ما كان كبير كل ما كانت لا فيتيس صغيرة بزاف دونك هادو متعاكسين شنو اخر خاصنا نكونوا عارفين خاصنا نعرفوا لو روتار تمبوريل دونك شنو هو لو روتار تمبوريل هو بشحال باش تاخر لينا واحد الموجه واحد لانستون تي تي غلاسيغ هاد لوند باغ اكزومبل كانت هنايا في البوان ام هنايا في البوان ام كان بوان ام هنايا لانستون تي تي كالا زيرو لانستون تي 1 او بيان لانستون تي وين سمو هادي تي ان خليوها هكا كنيت شنو غادي يوقع لهاد النقطه غادي توصل لواحد لو بوين ام ان على انستو تي ان في ولا شي موجه اخرى كاع هاد هو سي سون دي دو زون دو زون ديفيرونت دونك لو دي بان لينا اصلا بلي لا ديستونس ما بين ام ان وما بين ام 2 سون ديفير لي ديفيرونت ماشي نفس المسافه ماشي كاينه هنا بعد عليها باسكو من بعد عليها بلا ديستونس اذا حتى لو طون اللي غادي تستغرق ام باش توصل ام 1 خصو واحد المده زمنيه هاد المده الزمنيه ما بين ام 1 وما بين ام 2 هي اللي تنسميوها لو روتار تمبوريل و ترمزو ليه بتو سي لو روتار تمبوريل دونك شحال كيساوي هاد لو روتار تمبوريل ساهله دونك غادي نبداو ديما بلا فيتيس في كتساوي تي سور دلتا تي المدة الزمنية حنا اللي المسافة اللي قطع اللي خدامين بها هي من ام تال ام ان دونك من ام تال ام ان المدة الزمنية غيستغرق هو تو دونك شحال كتساوي تو الا بغينا نخرجو تو كاين في المقام غنصيفطو على هي غتبقى لنا تو هي ام ام ان سور في دونك سي سا ليكسبرسيون ديال لو روتار تمبوريل دونك نفس الشكل عندنا عندي بوان ام تال ام بريم تفاوتا مع ام
واحد المدة زمنية اللي هي طو، دونك طو غتكون المسافة من ام تال ام سور لا فيتيس، حيتاش لا فيتيس ديال لو برو ديال دو بروباغاسيون دون اوند في واحد لا كورد ما تتبدلش نهائيا. دونك بقات لينا لا ريلاسيون اونتر ايغريك ام، يعني استطالة ديال ايغريك ام بارابور ا ايغريك ام بريم بالنسبة لهاد النقطة. دونك تنقولو بلي ايغريك ام بريم على انستون تي راه هي ايغريك ام على انستون تي، مي ام بريم راه هي معطلة على ام، دونك تنديرو تي نقصو منها واحد طو، هاد الاولانية هي اللي سابقة هاد ام بريم او لو باردون ام هي اللي سابقه ام بريم ولكن بواحد المده زمنيه اللي هي طون. دونك هادي تنقولها بلي ليكواسيون اللي تتبين لينا الاستطاله ديال نقطه مقارنه مع نقطه اخرى.